مفاجأة مع صديقنا سراج قوة وتضحية. نحن للخير الحسين نحفظ الحب نسيم بالهدى تمضي السنين رمزنا أجل الفداك. نحن للخير الحسين نحفظ الحب نسيم بالهدى تمضي السنين رمزنا أجل الفداك. جزيرة مغامرة متعة مفاجأة مع صديقنا سراج قوة وتضحيات. ما نبالي بالصعاب جمعنا جمع الصحاب إن بسهل أو بغاب زادنا حلو الصفات. ما نبالي بالصعاب جمعنا جمع الصحاب إن بسهل أو بغاب زادنا حلو الصفات. جزيرة مغامرة متعة مفاجأة مع صديقنا سراج قوة وتضحيات. دائما معنا العبر كل شيء لا يمر وإذا الشر دهر نحن للخير الحمار. دائما معنا العبر كل شيء لا يمر وإذا الشر دهر نحن للخير الحمار. جزيرة المغامرات. يبدو أن هذا الأمر خطير. إنه مضخم للأمور. إنه كذلك فعلا. هذه اللعبة ممتعة جدا. لا أستطيع المقاومة. أريد أن ألعب. نلعب ماذا يا صديقي؟ الحرب بالتأكيد. ركز وانتبه. هيا. لا ليس هذا. سلام جيش الجزيرة. معكم 5 دقائق للاستسلام ومغادرة الجزيرة. إن قوارب النجاة موجودة على الشاطئ. تجاهلوا هذا الإنذار وسوف نهجم عليكم. انتهى. وداعا الآن. مفهوم؟ هل هذه مزحة؟ لا أظن هذا. انظروا هناك. ماذا يقول جيش الجزيرة؟ لا أعرف ولكن يبدو أن الأمر جدي. 4 دقائق فقط. أعتقد خطوة سريعة. اصمت. معكم الآن 3 دقائق. هل سنقوم بالاستسلام لهؤلاء المحتلين؟ لا. هل أنتم مستعدون لقتالهم حتى النهاية؟ لا. ومع ذلك أريد أن أعرف السبب وراء هذا الهجوم. حسنا كما تريد. اجمعوا أشياءكم وسنلتقي عند الشلال. ماذا فعلتم؟ لا تتركونا. أعتقد أنهم أصبحوا مستعدين للمغادرة. ستصبح الجزيرة لنا عما قريب. دقيقة واحدة. دقيقهم. هيا. حسنا لنرى الآن.
اقتربنا من الشلال. علينا الآن أن نسمع نشرة الأخبار. يجب أن تكون هذه الأخبار، هذا صحيح. تم احتلال الجزيرة. أتمنى أن أعرف السبب. السلام عليكم، نبث الآن على قناتنا البديلة برنامجا بعنوان لعبة الحرب. إنها دراسة مذهلة عن خدع تصوير الحروب التي استخدمت في تصوير فيلم حربي من قبل أشهر الاستوديوهات الموجودة في العالم. والآن حان وقت الجزء المثير. لقد أفلس أحد هذه الاستوديوهات وقد عرضنا كل معداتنا للبيع، لذلك إذا كنت تريد الحصول على دبابة مزينة أو مدفعية فتفضل شرائها الآن. دراج. إن العدو غير موجود، أعتقد أنهم مختبئون. حسنا حسنا، ادفعوا بدل الهجوم. استعد للإطلاق. حسنا، ولكن أليس هذا أمرا خطيرا؟ أو لا، لا أريد أن يقفز أحد إلى ردهتي قبل أن أعلم أنا بذلك. حسنا، أطلق النار. هيا. استسلم وإلا سأقوم بتدمير الجزيرة. جاية، سأقوم بتدمير الجزيرة، مفهوم؟ نفذت الذخيرة، ماذا الآن؟ حقا؟ لا. إنها لا. أنت محاصر، استسلم وإلا سراج. انتهى. عرفت ذلك، ربما تجد أمرنا فلنستسلم. هيا. لا. حسنا، هذا كل شيء، لقد انتهينا. حسنا، لأننا إذا لم نخفهم فإنهم سينتقمون منا. هيا بنا. هيا. نحن نلعب لعبة الحرب، ولكن أعتقد بأننا خسرنا. لقد حان دوري الآن. اترك هذه الكرة أيها الضعيف. لقد فزت أخيرا، حصلت على 10 نقاط. ما رأيك بلعبة الأمومة؟ ليس مرة أخرى. السلطة جاهزة، ألم تسمع صفارة الطعام؟ أفعل شيء يا دراج. لا أشعر بالأحسن، أنا كنت عبد الناس التحرك.
رسمة رسمة كلمة ورسمة. أنت أسرع من البرق أيها الرعد الصغير. هل غيرت اسمك أيها الرعد الصغير؟ حسنا هذا الطعام يبدو شهيا. البرنامج التالي. كلمة رسمة. الرياضات المائية. من الرياضات المائية السباحة، وصديقنا عوام يحب السباحة بالماء، إنه سباح ماهر، إنه يقضي نهاره في الماء. إنه سباح ماهر بالفعل. لا أعرف، ليس جيدا. ها هو عوام مع زوجته عوامة، هل تعرفون أين يخبئون صغارهما؟ انظروا. هذا رائع مضحك، لكنه ليس أفضل منا. نحن من صفاتنا الكسل، إنما نعمل بجد. أنت محق وعلينا أن نثبت ذلك. يبدو أن هناك أمرا، أتساءل ماذا سنفعل. لا مجال لحفر الخشب. لا، أتعلم نستطيع أن نبني بأنفسنا سدا على النهر. قد نستطيع، ولكن كيف؟ صعود للبيت، انها جافة العظمى يا سراج. بالطبع فهمت، فهمت سبب بناء السد. لماذا؟ لسقاية النباتات حتى لا تجف. سنبنيه هنا. ماذا يريد أن يفعل هؤلاء المتحلفون الآن؟ لا أدري، ولكن سأسألهم في هذه الحالة. أنا سمعت كلمة أخرى، سوجان. تحرك. ماذا فعلت؟ هل تفهم ما أقول؟ إنهم يقومون ببناء السد. هذه الكائنات مختلة عقليا، تعتقد بأنها ذكية. أداة في مؤخرة السد. لقد شاهدوك. كان يجب علي أن أعرف أن ذلك سيكون مؤلما. مؤسف. هل ستعاود الكرة؟ أشعر بالبرد. حسنا الرسالة وصلت. جيد، لنعد إلى العمل. أمتأكد أنه هنا؟ أجل أنا متأكد. أجل. حسنا ماذا تريد منه الآن؟ كنت أفكر بأن أتي. اختصر. دعني أتكلم، لقد جئنا لكي نخبرك بأن هناك تطورات سيئة قد تؤثر عليك. هيا أخبرني ماذا هناك، من الأفضل أن تكون الأخبار جيدة. لا لا ليست جيدة. أجل دعني أفسر هذا، استمع إلي. عمل جيد، نستطيع أن نسقي الحديقة الآن. ليس الآن غالب، آسف. علينا أولا أن نحفر قنوات صغيرة لإيصال المياه إلى الحديقة. أمرنا إلى هذا. هذا سد ضخم يحجب المياه، قريبا سيجف النهر. ماذا يعني يا صديقي أن خلال وقت قصير ستصبح أعشابك البحرية عبارة عن وحل؟ ستصاب الجزيرة بأكملها بالجفاف، وأنا الذي كنت أعتقد دائما بأن سراج ذكي. حسنا يعيش المرء ويتعلم. إنه كائن بحري، إنه كائن مثابر. حسنا لن أسمح لسراج أن ينجو بفعلته هذا. شكرا لتحذيرك يا صديقي. ما تسمع هذا يا دراج؟
لقد ناداني بصديقي، انا فرح. جيد ممتاز. المياه تتدفق ببطء باتجاه الحديقة. من هذا؟ انه يتحرك بسرعة. صديقنا الجديد حريص جدا، لقد دمر سدهم. جيد يا صديقي. لم تمطر منذ أسابيع، ماذا سنفعل؟ لا، هذا أطول جفاف رأيته في حياتي. الماء، أريد الماء، يجب أن أحصل على الماء. ربما قد غادر الجزيرة. هل أنت هنا أيها الثعبان الضخم؟ ماذا تريد يا سراج؟ التحدث. أنت نفار. أريد التحدث معك عن إعادة بناء السد. حقا؟ كان رجاج محقا. أنت إذن تهدد أمن الجزيرة. دراج جاهل، وسأقول لك السبب. السد يقوم بالمحافظة على المياه ولا يهدرها. لا شيء مثل الماء النقي المنعش البارد. أنت محق رجاج، إن الذهاب إلى أعلى الجبل لمدة يومين فكرة جيدة، فكل ذلك الثلج سيساعدنا لكي لا نصل إلى درجة الجفاف. ولكن أين الآخرين الآن؟ لحسن الحظ لقد تركوا الجزيرة وذهبوا للبحث عن الماء. مسكين سراج. ماذا؟ تعال هيا. من سيقوم بالسباحة؟ أنا. يا هزاز، قم بتحريك الحدى. حسنا، نزلوا هنا رجاج وحصلوا على الماء. هناك شيء ما يحصل. لقد أعادوا بناء السد ووضعوا الماء فيه. أشعر بأن الأمر غريب. وهكذا لن نشعر بالعطش مرة أخرى. رأيت؟ انتظر حتى نرى صديقنا. حسنا، ها هو. صديقي العزيز. مرحبا يا صديقي. ماذا يجري هنا؟ انا صديقه فقط. لقد انقذنا ذلك السد. انتظروا حتى اجد الرجاج الاتبع، سألقنه درسا. انه غاضب جدا منك. فعلا انا حزين، واذا بقيت هنا وسمعت المزيد سأجن. سأجن. احذر يا صديقي. اعتقد ان الثعبان المخيف خائف. جزيرة مغامرة، متعة مفاجأة، مع صديقنا سراج، قوة وتضحية. جزيرة مغامرة، متعة مفاجأة، مع صديقنا سراج، قوة وتضحية. نحن للخير الحسن، نحسن
معذور بالهدى تمضي السنين تنزل أجل الفضاء نحن الخير الحصول نحفظ الحب نسول بالهدى تمضي السنين تنزل أجل الفضاء جزيرة المغامرات متعة مفاجأة مع صديقنا سراج قوة وتضحيات لا ندامي بالصعاب جمعنا جمع السحاب إن بهزم أو براب وادنا حول الصفات لا ندامي بالصعاب جمعنا جمع السحاب إن بهزم أو براب وادنا حول الصفات جزيرة المغامرات متعة مفاجآت مع صديقنا سراج قوة وتضحيات دائما معنا الأبد كل شيء لا يمر واذا الشر دهر نحن للخير الحمار واذا معنا الأبد كل شيء لا يمر واذا الشر دهر نحن للخير الحمار جزيرة المغامرات أنت أسرع من البرق أيها الرعد الصغير هل غيرت اسمك أيها الرعد الصغير؟ حسنا هذا الطعام يبدو شهيا جدا من الجيد أن تغادر يأتيكم بعد قليل بسرعة أيها الرعد الصغير يا كاري